Thank you.
بعدين نحن نرجع بنعزل الرجال مره ثانيه، نرجع بنعزل للرجال مره ثانيه، بس مبدئيا عم نعزل من قلب الكون الفايده من جوا، من قلب الكون اللي جاي من البحر، عم نعزل من جوا، من قلب من جوا، بنقضي الوقت تبعه بالرجال، نرجع الرجال مره ثانيه بنعزل، وهي كيف هلا عم تطلع عم تشرب الهواء والمي من جوا، من قلب الرجال من جوا. هلا هي العمليه اللي عم تصير تنظيف خاص جاي من البحر على اول رجال على الشط، اللي جاي من البحر على اول رجال، على اول رجال. انا بس خلصنا تنظيف، بس خلصنا تنظيف، هذا نظف قلبه من جوا تمام، فيه نظف قلبه من جوا، يعني عم يجهز له طبي، عم يجهز له سياره، بنسكره بنسكره من هون، بكون جاهز نرجع من عزه مصفوف عم ناشي بالرجال الاول، ونبلش تعزيز من من فتحة الرجال الثاني باتجاه الشرق لأول فتحة بتبعدنا شي 70 متر عنه، كمان هذا بيكون جاهز. بعدين بنبلش القسم الأخير بالتعزيز باتجاه حول السعودية. بالتوفيق إن شاء الله، وكلنا بخدمة الوطن وبإذن الله وسيد الوطن. إن شاء الله بالتوفيق. Thank you.
حارب باتجاه الباطل. على الشق المنصوص هو بأسف طائل على مسلم هذا الدول الأسرى. فكين الدول الأسرى يا هذا الدول الأسرى يجبني على عبسين عم نطيب وين مش عم يطبع منه. فهذا العمل من البحر باتجاه الباطل. احنا بلشنا من الريقار تقريبا شيء 20 25 متر او 25 30 متر من الريقار باتجاه البحر. هلا عكس الاتجاه من البحر باتجاه الريقار. هلا من البحر باتجاه الريقار وهذه الباي بيكتب عم يكتب وسط عم يكتب مشى والشغل ماشي شوي عم يدخل الربط لجوا ماله الشغل ماشي ان شاء الله والامور جيدة باذن الله ان شاء الله نتمنى كل خير للوطن وللجميع.
كيف عم يتعجل كله، وكيف الانبوب عم يكب النشح والمي الوسخه والنشح كله اللي بقلب البايب كله عم ينكب. هاي واضحه تمام، لكن الوسخ والنشح الله يعطيكم العافيه. تمام 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 تمام. هذا من قلب البايب عم يطلع. Thank you.
ما شو بده؟ شو بده؟ حكي عم عليك هوني. هوني؟ اوه مصيف غالي. Thank you.
Thank you.
حبيبي. Thank you.
بعيد. قطعت الحبل يا عمي. يلا يلا ما عم يشوف عم يقول له هون ما عم ينتبه حد يا عمي بكفي دقرت هون ما عم الله يعطيك العافية يعطيك العافية الحكي ما مثل الشوف هاد بتشوف بعينها غير الحكي بتشوف بعينها غير الحكي اطلع لفوق صور لي اياها هيك مثل الزينة يلا صورك ولا شو حبل تنسحب لهون هلا هون حلت مشكلتها يا معلم مشكلتها هنيك يا معلم لانه هناك مي ها هنيك المشكله يا معلم هون انحلت هناك ما فيك تتحكم فيها ولا هون مقول هون قريبه بتنسحب حبل وشو خلاص هون مشكلتها محلوله ما كيف مليون طريقه بتجيب رافعه بتجيب باجر بتجيب بس المصيبه هنيك حبيبي تفضل هيك هاد
البر. هلا عم نمشي باتجاه البر، هلا الغطيس سمير ابو النور جوا بقلب البايد باتجاه البر، عم بيعزل باتجاه البر، يعني صار داخله بحدود ال 20 25 متر. هذا البايد بين عليك ليك بعد الوسخ والمشي حركته من قلب البايد اللي جوا باتجاه البحر. كله هسا حالف والمشح اللي جوا المتراكم بقلبه لهالبايد كله عم نعزله. هلا نحن من الريقار باتجاه البحر، من الريقار وصلوش 35 30 حتى ينتهى النظاف اللي جاي من الرقاب، النظاف اللي جاي هون البايت المسالك ونظيف جاهز هاي سمير ابو النور وهي Karşı maslar. احد البايبات كثير ضخمه من هالبايبات اللي عندي وعم نحاول نحطها باتجاه الغمى مشان نفضي منها الرمل والقمل والنشح والاشجار والاوساخ اللي فيها. عم نحاول بلاش عم نحطها باتجاه الغمى، ماشي هلا معهم باتجاه الغمى مشان نفضي منها النشح مشان نرجع نجيبها على الشط ونسحبها ونطلعها نشحها على الشط.
هاي الشباب عوموها نتربخوا منا قدر الإمكان، عوموها على بوالين خاطرينا باتجاه الغمر. هلا خاطرينا باتجاه الأعمار هاي ماشي كان عم بزير الناس عم بشرب ماشية عم تسحب اللي بعدوها شوي قدر الإمكان ببعدوها كان يفضوا منا يخبوا النشح اللي فيها الوسخ الطمي الحجار البحص الرمل اللي فيها يفضوها لتبقى يرجعوا يرجعوها على الشط ويجيبوها بيقربوها قدر الامكان على الشط بعدين نحن بنجيب التراكس بنطلقها بنجيب التراكس بنسحبها مشان نطلعها خالص برا البحر نطلعها برا البحر وهي عم تمشي فيها باتجاه الداخل غريب تصوي عليك استاذ. ابو سامة بدك تضلنا تكربون؟ لك لا يرحم بيك. ليش عم بدخلني معك؟ يلا يا عم اسحب لحد ثاني مرة
شو بده؟ قاعد على الظهر. قاعد على الظهر ولا؟ على الظهر. هو ذاك الوش عمي؟ السلام ما جاب السلام. خلي يطول استاذ، امي يطول يرجع. Thank you.
Thank you.
جو طمني ابو ربيع. يلا خير. المهم بس تتحرك معناتها تمام ان شاء الله. طمني قربت. اذا فينك تعلق فيها شنقل هذا دغري. اذا فينك تعلق فيها شنقل البلانجو. يلا. الشباب جوا عم يقوموا بعملية التنظيم. سمير هاني سليم وهي انا كنت معاهم والامور جيدة ويعني صرنا مخلصين تحديد 75 الى 80% من تنظيف الباب والامور ماشية ان شاء الله والاتجاه هذا. شكرا. يلا استاذ كنان يلا. كيف الاستاذ؟ صوت قبلي صوت معك الضوء معك الضوء لهيك انا فكرت انت قبلي انا بضوي عليك وعلى هيك. طيب يلا شوف ما تنشوف هذا رمان.
حركنا بوش واحد
I
ليك هذا ما عاد مبين ال ما عاد مبين هني ليك القطن القطن المعمود ليك ما عاد مبين شيء هاي لورا هلا عم طور اتجاه خط الكاميرا ما مبين بالفتسة
تخيلت له